باتساع خارطة هذه البلاد التي كبرت فيها المأساة وعظمت أوجاعها إلى منياد تمتد إلى حيث الإنسان. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير. في برنامج تحول من شعار يجسد توجه قناة بلقيس إلى برنامج واقعي عرض طيلة شهر رمضان على شاشتها للسنة الثانية مصحوباً بجوائز نقدية للمشاهدين. مبروك للفائز الثالث صاحب الرقم. البرنامج أسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية تجاه المجتمع وعزز من واقع العلاقة بين الإعلام والعمل الإنساني. كان الهدف هو الإنسان، لهذا كان الاتجاه مختلفاً. جاء حيث الإنسان في موسمه الثاني بحلة أزهى على مستوى الرؤية البصرية والمضمون وإمكانيات أعلى، بعد ارتفاع موازنة المشاريع المدعومة من مؤسسة توكل كرمان ليقدم 31 مشروعاً تم تنفيذها في 8 محافظات هي حضرموت وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن ومأرب وتعز، فيما منع البرنامج من تنفيذ مشاريع في محافظات مهمة كالحديدة وحجة وإب وغيرها نتيجة منع سلطات ميليشيا الحوثي فريق البرنامج من تنفيذ أي مشروع. 31 مشروعاً تنموياً ساهم في صناعة تحول جوهري في حياة المستفيدين بتمكينهم اقتصادياً وإدارياً ومساعدتهم على امتلاك مشاريعهم المستقلة. مشاريع تنوعت وتعددت أفكارها لتترك هذا المزيج المتآلف من نظرات الامتنان ودموع الفرح ونشوة الإنجاز لفريق حيث الإنسان في الميدان، لحظة تحولت فيها أحلامهم إلى واقع. لا والله هذا كثير. عندما اتصل احد الاخوه من قناه بلقيس قال لي عندنا شيء مقابله، قلت له اوكي بس ما توقع ان في دعم، انا اجيت مشان مقابله مشان. حيث الانسان اتساع لرؤيه قناه بلقيس وتسليط الضوء على معاناة قطاع واسع من اليمنيين جراء الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 5 أعوام، ومن أجل رفع الوعي بأهمية العمل الإنساني الميداني وما يحدثه من أثر عظيم على الأرض ليتحقق الحلم وتكتمل الصورة هناك حيث الإنسان.